الأخبار من الراي. كان المتوقع أن يكون موقف الحكومة إيجابي. اليوم نحن الحمد لله يعني نجحنا خطوة مهمة لإقرار مثل هذا القانون. على أرضية الجدل والاختلاف، قانون القروض يعود مجددا إلى المالية البرلمانية مترقبا التعديلات بعد عبور أولى المداولات. الديوان الأميري ينفي صحة ما ذكر حول امتلاكه 18 طائرة ويدعو إلى تحري الدقة عند التصريح أو نقل المعلومة. اليوم أول يوم عندنا افتتاح الإرشاد الزواجي بالمكتب الرئيسي. افتتاح مكتب الإرشاد الزواجي تحت شعارات تحصين الصحة النفسية وحماية العلاقات الأسرية وتفعيل الحياة الزوجية. نشرة الأخبار من تلفزيون الرأي، أهلا بكم. بعد تعثر في بداية الجلسة نظراً لاعتراضات نيابية وملاحظات حكومية، أقر قانون إسقاط فوائد القروض في مداولة أولى ليخرج من القاعة البرلمانية إلى اللجنة المالية لإدخال بعض التعديلات عليه. وجاءت نتيجة التصويت بموافقة 33 صوتا ورفض 3 وامتناع 20، فيما كان واضحا موقف الحكومة من رفض القانون في صيغته الحالية. وعقب الجلسة خرج النواب يعترضون على ما اعتبروه تراجعا في كلام الحكومة مصوبين باتجاه وزير المالية مصطفى الشمالي. كان المتوقع أن يكون موقف الحكومة إيجابي بعد اتفاق معهم، وجلسنا قبل يومين مع سمو رئيس مجلس الوزراء وأكد لنا قضية وقوف الحكومة مع لكن يبدو أن الشمالي لن ينتهي من قضية المشاكسة وقضية خالف تعرف وقضية الاعتراض على كل ما فيه يعني شيء من الأمور المادية لمصلحة المواطن. لكن الحمد لله الآن قررنا بالمداولة الأولى بالموافقة، وامتنعت الحكومة يعني بأغلبية أقوى حتى لو الحكومة شاركت بالمعارضة، وإن شاء الله المداولة القادمة سيتم عليها تعديل بفضل الله سبحانه وتعالى. أولا في إقرار قانون فوائد القروض في المداولة الأولى، والأخوة الأعضاء هناك بعض الأخوة اللي امتنعوا لسبب بعض التعديلات، ونحن كلجنة مالية إن شاء الله راح نرى في هذه التعديلات اللي هي في النهاية تصب في صالح المواطن. اليوم نحن الحمد لله يعني نجحنا بتمرير قانون شراء القروض فوائد القروض، هذا اليوم إنجاز يسجل المجلس. هذه القضية التي طال أمدها وظلت فترة طويلة في أروقة المجلس وفي المنتديات السياسية، اليوم استطاع المجلس بحنكته أن يحشد 33 صوت من أعضاء مجلس الأمة بالموافقة. قرر مجلس الأمة اليوم المداولة الأولى للقانون اللي حقيقة احنا صوتنا عليه ونؤكد أنه يحتاج إلى تعديلات في المداولة الثانية. قد يكون هناك فيه بعض الخلل، قد يكون هناك فيه الغير مستفيدين، ولكن الغير مستفيد لن يستفيد من عدم الموافقة عليه، إلا أن هناك شريحة من المتضررين ستستفيد من إقرار هذا القانون. لكن عندنا مداولة ثانية، في المداولة الثانية راح نحاول بالأخوان نقنعهم على الشق الثاني اللي هو صرف 1000 دينار لكل مواطن كويتي لم يستفيد من هذا القانون، لأن في مواطنين استفاد من هذا القانون سقطت عنه الفائدة، وفي مواطن ثاني آخر ما أخذ قرض، ولكن كذلك يجب أن يكون في إنصاف أن يكون صرف 1000 دينار لكل مواطن كويتي لم يستفيد من هذا القانون. وعقب الجلسة أيضا اعتبر رئيس مجلس الأمة علي الراشد أن التفاهم على قضية كالقروض هو السبيل الوحيد لحلها، كما حصل في ختام الجلسة. وكان الراشد قد صرح في القاعة محذرا من محاولات البعض بالدفع نحو حل البرلمان. اليوم أنا أعتقد أنها خطوة مهمة لإقرار مثل هذا القانون اللي صار الحديث حوله سنوات طويلة، وأعتقد أن يعني المداولة الأولى تعتبر بداية نهاية هذا القانون وبداية نهاية هذه المشكلة. كثير من الأمور تحل عن طريق التفاهم، عن طريق التنسيق، ولا تحل بطريقة العناد والإجبار، وبالتالي لكل أدواته. فما حصل اليوم هو قمة التعاون
ما بين السلطتين الذي وصل إلى إنجاز المداولة الأولى، ومن خلال فترة الأسبوعين ما بين المداولتين تقدم الحكومة ويقدمون الأخوة الأعضاء تعديلاتهم تناقش من خلال اللجنة المالية، ويأتون بتقرير إن شاء الله يكون متفق عليه من جميع الأطراف. خلال ندوة لتجمع العدالة والسلام حول فوائد القروض، أكد النائب نواف الفزيع المضي قدما في استجواب وزير المالية مصطفى الشمالي، وذلك نظرا للتجاوزات والمخالفات التي تسببت بأزمة القروض على حد تعبيره. اليوم ما عندنا شيء، قضي الأمر إما تطبيق القانون بشكل كامل، أقر وزير المالية في تصريحه الأخير بوجود هذه المخالفات، يبقى في النهاية أن هي المساءلة أن تستمر لأبعد مدى. بالنسبة لي أعتقد أني أنا استجوابي لوزير المالية مستمر فيه، مع احترام لشخص وزير المالية، لكن أنا أيضا أريد أن أضع على المنصة السياسية من أوصل بنا إلى هذا الحال. إذا وأنا رسالتي إلى الدولة، إذا كنتم تريدون أن تقبون على مفهوم هذه الدولة، طبقوا القانون على الكبير قبل الصغير، بمثل ما وجه به صاحب السمو أمير البلاد. أما إذا كنتم تريدون أن تجعلونا نعيش في الوضع أو الأوضاع اللي احنا عشناها في الثمانينيات، قضية المناخ، سوق الجت، المدنيات الصعبة، فأعتقد اليوم المرحلة أدق وأخطر، وراح تؤدي إلى نهاية الدولة بالمفهوم اللي احنا عايشين عليه. بدوره أكد نائب وزير شؤون الديوان الأميري الشيخ علي جراح الصباح أن المعلومات التي ذكرها النائب السابق عبدالله النيباري في ندوة الحوار كيف ولماذا بخصوص ملكية الديوان الأميري ل18 طائرة عارية عن الصحة تماما، حيث أن الأسطول الأميري يتكون حاليا من 8 طائرات تستخدم إحداها من قبل الخطوط الجوية الكويتية، كما دعا الجميع إلى تحري الدقة في المعلومات التي تنسب للديوان الأميري. جمعية أهالي الشهداء والأسرى والمفقودين الكويتية نظمت حفل الوفاء الثاني لتكريم الشهداء وأم الشهيد العربي المثالية تقديرا لتضحياتهم، ويأتي حفل الوفاء بالتزامن مع تكريم الشهداء العرب من قبل الاتحاد العربي للمحاربين القدماء وضحايا الحرب التابع لجامعة الدول العربية. وطالب المتحدثون في الحفل بتدريس سيرة الشهداء وإطلاق أسمائهم على الشوارع والمدارس والميادين، إضافة لإنشاء متحف للشهداء والمقاومة. تقوم الجمعية سنويا وللمرة الثالثة حاليا بترشيح عدد 10 من الشهداء لنيل هذا التكريم، وتطبيقا لمبدأ العدالة فيما بين شهداءنا الأبرار في اختيار الأسماء المرشحة، فقد تم اختيار الأسماء بناء على تاريخ التعرف على رفاتهم بعد جلبها من المقابر العراقية وإعلان استشهادهم. ونعلنها صراحة يا سمو الرئيس وللعالم أجمع بأننا كأهالي للشهداء على أتم الاستعداد وأكبر العزيمة لتقديم كل ما نملك من أرواح وأموال لأجل هذه الأرض العزيزة وأهلها الكرام، حكاماً ومحكومين ودون أدنى منا، فالوطن هو الباقي ونحن الزائلون. برعاية الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية فاروق الزنكي، انطلقت فعاليات ملتقى الموارد البشرية الرابع تحت شعار معا للتميز، وذلك في منتجع هيلتون المنقف. ويأتي الملتقى انطلاقا من اهتمام المؤسسة في تنمية العنصر البشري على اعتباره الركيزة الأساسية لتحقيق أهداف المؤسسة، وهو ما من شأنه أن ينعكس بشكل إيجابي على القطاع النفطي الكويتي. انطلاقا من التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية، والتي من أهمها الاهتمام بالعنصر البشري والارتقاء به، والذي يعتبر الدعامة الرئيسية والأساسية في تحقيق الأهداف الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية. وعلى ضوء ذلك، فقد قامت مؤسسة البترول الكويتية بوضع استراتيجية الموارد البشرية حتى عام 2030 على مستوى القطاع النفطي، والتي تسعى من خلالها إلى تنفيذ 10 مشاريع تتعلق بالموارد البشرية، ترمي في مجملها إلى رفع وتطوير العنصر البشري، والذي سوف ينعكس بالإيجاب على الأداء العام للقطاع النفطي الكويتي. تعا
تحت راية مركز الفحص الطبي قبل الزواج، أطلقت وزارة الصحة رسميا اليوم مكتب الإرشاد الزواجي في خطوة اختيارية تساهم في بناء أسرة متكاملة اجتماعيا ونفسيا وطبيا. التفاصيل في تقرير لسمر شدياق. اليوم أول يوم عندنا افتتاح الإرشاد الزواجي بالمكتب الرئيسي. موجود الإرشاد الزواجي، الإرشاد الزواجي يبين للطرفين كيف كنا كل واحد منهم يتحمل الثاني، بحيث أن كل واحد جاي من بيئة مختلفة. إنها فكرة لتوعية الراغبين للزواج، لتوضيح صورة قد تكون ضبابية عند البعض. وفي اليوم الأول من الانطلاقة الفعلية، طالبان شرعا الباب على مصراعيه أمام مدى تقبل المجتمع لما يشبه سلسلة من الوصايا تضمن الحياة الكريمة وتحصن الترابط الشرعي مهما صعبت ظروف الحياة. ففكرة الإرشاد الزواجي هي التقليل من التوتر، من الحدة، من فهم طبيعة كل من الطرف للآخر، تفهيمه في الحقوق الشرعية للزوج، تفهيم الحقوق الشرعية للزوجة، تفهيم الحقوق الشرعية المشتركة ما بين الزوج والزوجة. أيضا بالإرشاد الزواجي أدخلنا جانب طبي. جانب الطبي اللي أدخلناه اللي هو كيفية تنظيم الحمل. وإن كان الفحص الطبي قبل الزواج ملزماً للصحة الجسدية بقوة القانون، فإن الإرشاد الزواجي اختياري بقوة الذات لتأمين الصحة النفسية مدى الحياة. فيها نوع من التهيئة للمقبلين على الزواج برسم صورة واقعية للزواج، بالاستعداد والتهيؤ للمسؤوليات، لتعرف الحقوق والواجبات، يتعلم مهارات التواصل مع الآخر، مع شريك الحياة، شلون أنا أتجنب المشاكل. الموضوع ما في إجبار، ما في أبداً تدخل في الخصوصيات، ما في أبداً يعني تدخل في اختيار شريك الحياة. الموضوع اختياري بحت، في أبليكيشن فورم يعبي المقبل على الزواج إذا حب، سواء طرف أو الطرفين، إذا حب أنه هو يحصل على الخدمة يتحول للباحثة وتتصل فيه وتحدد له موعد للمقابلة. فإحنا نقدمها للكل، إذا الاثنين حابين يأخذونها نقدمها الاثنين، إذا أحد الطرفين حاب يأخذها ممكن يجي لك طرف يقول لك أنا عندي تساؤلات ومخاوف في هالناحية، بس ما بالطرف الآخر يدري، فإحنا نحترم الجانب هذا. هذه الانطلاقة التي تأتي بعد دورات مكثفة لأهل الاختصاص تحت راية إدارة الصحة الاجتماعية توضع في طور التجربة، وسط الأمال بأن تعمم في الأشهر المقبلة على سائر مراكز الفحص الطبي. الخطوة الأولى في مسافة الألف ميل على درب بناء أسرة متكاملة اجتماعيا وطبيا ونفسيا انطلقت رسميا اليوم، لتكلل جهود وزارة الصحة بهدف القضاء على الكثير من العادات والمظاهر الاجتماعية البارزة في الكويت. سمر شديق، نمور، الراي. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. إطلاق سيارة مازدا سي إكس 9 الجديدة كليا في الكويت. أهلا بكم من جديد. الشركة الكويتية لاستيراد السيارات أطلقت سيارة مازدا سي إكس 9، حيث تتميز بفعالية الحركة وكاميرا خلفية ومقاعد جلدية، فضلا عن سمات الأمان التي تحتويها والمتضمنة استقرار الميلان ورصد إمكانية انقلاب السيارة وتقليل عزم الدوران وتفعيل المكابح لمنع وقوع الحوادث، كما تتوفر فيها كشافات الضباب المطلية بالكروم عوضا عن المقصورة الفخمة الواسعة في المقاعد وحيز الأرجل الكبير. Ladies and gentlemen, thank you for making this event. حتى تلقوا نظرة عن قرب على نيابة عن شركة شايع وصفر بحق. It's indeed an honor for me to welcome. إنه لشرف لي أن أرحب بكم جميعا في هذا الحدث التاريخي اليوم. نحن شركة عمرها 77 عاما، ولنا الفخر بإطلاق هذا الموديل الناجح.
نود أن ننتهز الفرصة كي نشكر جميع عملاء مازدا الذين دعمونا منذ العام 1969، وعلى مر الأعوام طورنا ووسعنا قدراتنا في التسويق وما بعد البيع لتزويد زبائننا بأفضل الخدمات بالتجانس مع خطنا العالمي. ونحن نؤمن بشدة بأن إرضاء الزبائن هو أفضل استراتيجية للحاضر والمستقبل، ومازدا هي مصنع علمي بدأ عمله منذ 93 عاما ولهم باع طويل في صناعة السيارات. إن احترافنا في صناعة السيارات ليس فقط ما يميزنا عن غيرنا، حيث إن سيارات مازدا مصنعة على أحدث طراز وهي مختلفة تماما لتمنح متعة القيادة الحقيقية، وهي تجمع بين التناسق والأمانة والرفاهية فضلا عن كونها صديقة للبيئة. نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل. مالك نادي نوتنغهام فورست يكشف عن أمور عدة خلال المؤتمر الصحفي. أهلا بكم إلى الصفحة الرياضية. وضع مالك نادي نوتنغهام فورست الإنجليزي ورئيس نادي القادسية السابق فواز الحساوي وضع النقاط على الحروف والمتعلقة بالنادي الإنجليزي ونادي القادسية، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده الحساوي بمنزله في المسيلة بحضور مدرب الفريق بيلي ديفيدز وحشد من الإعلاميين. تفاصيل هذا المؤتمر يستعرضه أحمد العنزي. خلال المؤتمر الصحفي الذي حضره حشد من الرياضيين والإعلاميين إلى جانب مدرب فريق نوتنغهام فورست الإنجليزي الاسكتلندي بيلي ديفيز، أبدى مالك النادي فواز الحساوي رضاه عن نتائج الفريق الأخيرة وصعوده من المركز 13 إلى المركز 5، متمنين أن تستمر هذه الصحوة والتأهل للدوري الممتاز. طبعا الفرق حاليا في دوري الشامبيونشيب كلها متقاربة يعني ين بعض، خصوصا اللي بالمراكز المتقدمة، يعني كلها فرق نقطة نقطة نقطة، بس إن شاء الله إذا يعني حاولنا إن احنا نحافظ على هذا الفوز اللي احنا مستمرين فيه إن شاء الله، إن شاء الله إن نوتنغهام فورست راح يكون يتأهل على طول إن شاء الله. مدرب الفريق أشاد بدعم الحساوي له في قيادة الفريق، مؤكدا أن هدفه الأساسي عودة هذا النادي العريق إلى مكانه الطبيعي وتحقيق البطولات والبقاء في الممتاز. تلقيت دعما كبيرا من عائلة الحساوي لقيادة الفريق، ووجدت التحدي والإصرار من قبل فواز الحساوي لعودة هذا النادي لسابق عهده، وهدفنا ليس التأهل واللعب مع الكبار، إنما تحقيق الانتصارات وتحقيق رغبة الحساوي لتطلعات جماهير النادي. الحساوي نفى الاتهامات الموجهة إليه أن تعاقده مع خالد الرشيدي هو الذي يحطيم فريق العربي. لا، هذا كلام مو صحيح، بالعكس، يعني خالد الرشيدي يعني المفروض أنا يعني كعرباوي ولا كقدساوي ولا ككويتاوي ولا ككظماوي أفرح لما لاعب من لاعبيني يمثل الكويت في أعظم دوري بالعالم. صحيح أن احنا قاعدين نلعب بدوري الشامبينشيب اللي هو تحت البريمير ليج، لكن الدوري الإنجليزي هو أصعب، أنا كوجهة نظري الشخصية أنه هو أقوى دوري بالعالم، عشان فلما يطلع لاعب عندي يمثل الدوري الإنجليزي احنا لازم نكون سعيدين له ونتمنى له الخير. في حين كشف الحساوي أن المدرب الجديد لم يشاهد بدر المطوع على الطبيعة، رغم اقتناع المدرب السابق بجميع اللاعبين الكويتيين، إلا أن قانون العمل حال دون التعاقد معهم. المدرب ما شافه، المدرب يعني لما أنا أقول حق مدرب لاعب مميز ولا لاعب زين، غير لما المدرب ينخرط معاه بالتمارين ويلعب مباريات معاه تجريبية، راح المدرب يكون يعرفه أكثر عن قرب، في هذه الحالة يقدر يقول وجهة نظره عن اللاعب. طبعا احنا في بداية الامر احنا شرحنا الامر اللي ما يتعلق في اللاعبين الكويتيين، وقلنا بالنسبة للاعبين اللي هم حسين فاضل وبدر مطوع وخالد الرشيدي لما تقدمنا والتحقوا معانا في فترة الصيف، طبعا تم الاختيار عليهم بالاجماع يعني من قبل المدرب السابق قبل الله يكون معانا بيلي ديفيز والجهاز مالهم، انهم كانوا على مستوى مميز الحقيقة ولعبوا في مباريات تجريبية وكانوا مميزين حقيقة، فحاولنا ان احنا نطلع لهم اذن العمل ولكن لم نوفق في بداية الامر اللي هي كانت في بداية الموسم. على الجانب القدساوي ابدى الحساوي استعداده التام العودة الى القلعة الصفراء اذا كانت كشركة وكيان تجاري لفريق كرة القدم. وانا لي شرف ايضا كذلك انه طلب مني اني اكون في نادي القادسية في المستقبل، أو إن إذا نادي القادسية يعني عرض علينا أنه
نعزل فريق جهاز كرة القدم مثل ما كان في هذه الفكرة بالسابق. راح ندرس الأمر وإن شاء الله نشوف إذا الأمور تتوافق معانا ومعي أنا شخصيا. بالعكس أنا لي الشرف أني أكون أعمل لهالنادي العريق الحقيقة اللي قضيت فيه 15 سنة وحققنا فيه بطولات عديدة. فأتمنى يعني التوفيق لنادي القادسية إن شاء الله. أحمد العنزي، الرأي. نهاية النشرة، تابعونا دائما على مواقع التواصل الاجتماعي، على تويتر الراي ميديا جروب، وعلى اليوتيوب الراي تيوب. يا من الله.